تعرف حضرتك مين دي؟ دي ممثلة بريطانية اسمها ايما واتسون. طيب مين دي؟ هي نفسها ايما واتسون صح؟ اقول لك لا مش هي. ده فيديو مش كويس متفبرك لها بتكنولوجيا الديب فيك. طبعا احنا حاولنا نظهر الوش بس ونخفي باقي الجسم. طيب تعرف مين دي؟ دي ممثلة امريكية اسمها سكارليت جوهانسون. طيب ودي؟ ده فيديو مش كويس متفبرك لسكارليت جوهانسون بتكنولوجيا الديب فيك. ودي ممثلة ثالثة ودي ممثلة رابعة. كلهم اتفبرك لهم فيديوهات مش كويسة. طيب ايه علاقة ده بموضوعنا؟ هقول لك، لكن خليني احكي لك حكاية صغيرة الاول. سنة 2018 كان في بنت في كلية حقوق في جامعة من الجامعات الأسترالية اسمها نويل مارتن. بنت لسه يدوب 18 سنة، بتعمل بحث في الكلية هي وزمايلها عن شبكة الإنترنت ومدى تطورها وأهميتها في خدمة المجتمع. من ضمن البحث ده إنها تحمل صورة من صورها على موقع جوجل علشان تشوف مدى انتشار صورتها على شبكة الإنترنت. معلومة على جنب كده، موقع جوجل تقدر من خلاله لو عندك أي صورة إنك ترفعها على جوجل علشان تشوف المواقع اللي نشر نفس الصورة اللي أنت حملتها دي. فمثلا لو أنت عاوز تشوف هل في مواقع الكترونيه نشر صورتك ولا لا، فبترفع صورتك على موقع جوجل وتقول له دور لي على الصوره دي في كل مواقع الانترنت، فيقعد يدور لحد ما يجمع لك كل المواقع اللي نشر صورتك. المهم البنت اللي اسمها نويل مارتن دي عملت كده، رفعت صورتها على موقع جوجل علشان تشوف اذا كان في اي موقع نشر صورتها ولا لا. وهنا تحصل المفاجأة، في أقل من دقيقة كان موقع جوجل جامع كل المواقع اللي نشر صورة البنت دي، لكن للأسف كلها مواقع إباحية. مش بس كده، البنت متفبرك لها صور وفيديوهات جنسية كاملة وهي أصلا عمرها ما ارتبطت ولا حتى ليها بوي فريند. طيب ازاي ده حصل وليه ومين اللي عمل كده وهتتصرف ازاي؟ هحكي لك لكن كمان شويه. خليني الاول اقول لك حاجه اهم. الفتره اللي فاتت وتحديدا في مصر انتشرت حوادث فبركه صور جنسيه لبنات كنوع من الابتزاز، وفي حلقه النهارده انا جاي اقول لكم ان الموضوع اخطر مما تتصوروا بكتير، وان اللي كنا خايفين منه خلاص بيحصل. كلكم طبعا سمعتم عن تكنولوجيا جديده اسمها ديب فيك، واللي هي عبارة عن برنامج بيركب وشك أو وشك على جسم عريان سواء كنت ولد أو بنت. لكن اللي حضراتكم ممكن ما تكونوش لسه عرفتوه إن الخاصية دي في ناس بدأت توفرها بشكل احترافي ما تقدرش تفرقه عن الحقيقة، وطبعا بيكون بمقابل مادي. احنا في حلقة النهاردة مش هنقول أسماء المواقع أو التطبيقات اللي بتوفر الخدمة دي علشان ما نكونش سبب في إن حد يستخدمها، لكن احنا جايين نوري حضراتكم مشاهد من فيديوهات تم تصميمها بخاصية الديب فيك علشان لو لا قدر الله حد من أسرتك اتعرض للموقف ده ما تتسرعش في ظلمه أو الحكم عليه، وتكون نتيجة هي تفكيره في الانتحار زي اللي حصل مع فتاة محافظة الغربية واللي أكيد حضراتكم تابعتم قصتها، وهنقول لكم ازاي كمان تحموا نفسكم وبناتكم من فبركة الصور والفيديوهات. اللي وجعني في قصة فتاة الغربية انها فضلت تحلف لكل اللي حواليها ان الصور اللي انتشرت لها متفبركة، لكن محدش صدقها، امها نفسها ما صدقتهاش، والمدرس بتاعها في الدرس اتريق عليها ويقول لها انت بقيتي ترند رقم واحد، لحد ما البنت روحت البيت قفلت على نفسها اوضتها وبلعت قرص من اقراص الغلة وقابلت وجه كريم. وهنا رسالة لكل اب وام، رفقا بأولادكم سواء كانوا بنات أو أولاد، التكنولوجيا اللي متوفرة للجيل الجديد مرعبة وما لهمش أي ذنب فيها. الذنب ذنب اللي فبرك الصور والفيديوهات، حاسبوا اللي فبرك قبل ما تحاسبوا اللي تفبرك لها. وهنا سؤال مهم، هو إزاي الصور والفيديوهات بتتفبرك أصلا علشان نحمي نفسنا من موضوع الفبركة ده؟ هقولك، أولا تجنبي الصور السيلفي. نقول تاني، ما تصوريش نفسك سيلفي وتنشري صورتك على النت. ليه؟ دلوقتي اي برنامج ديب فيك علشان يفبرك اي فيديو او اي صورة محتاج لملامح وش البنت او الولد اللي هتركب على الجسم العريان، لكن ملامح وش الولد او البنت لازم تكون واضحة وجودة الصورة عالية. كل ما كانت جودة الصورة عالية وملامحها واضحة واتجاه نظر الشخص ثابت في اتجاه الكاميرا بيبص لعدسة الكاميرا يعني، كل ما زادت قدرة الشخص اللي بيفبرك انه يعمل فيديو او صورة ما تقدرش تفرقهم عن الحقيقة. وايه هي اكتر الصور اللي بيكون واضح فيها ملامح الوش؟ الصور السيلفي. وبالتالي كل المطلوب من حضراتكم انكم تقللوا من نشر صوركم الشخصية على السوشيال ميديا. اتصوروا زي ما انتوا عايزين وبعتوا صوركم لاصحابكم اللي بتثقوا فيهم زي ما انتوا عايزين، لكن بلاش تنشروا صوركم بكل زوايا وشوشكم على السوشيال ميديا. ولو اضطريتوا تتصوروا صور جماعية مثلا وعيونكم بتبص على الكاميرات في زاوية مستقيمة، حاولوا تلبسوا نظارات شمس بحيث ان النظارة تعمل مشكلة للي بيحاول يفبرك صور او فيديوهات. وهنا حد ممكن يسأل سؤال مهم، هو ازاي اللي بيفبرك ده بيقدر يحرك وش البنت في الفيديو بكل التفاصيل زي بقها وحواجبها وعينيها اذا كانت الصورة اللي سرقها صورة سيلفي واحدة بملامح ثابتة؟ اقولك سؤال حلو، بصي كده على الصورة اللي قدامك دي وقوليلي شايفة ايه. لو البنت ليها صور كتير باوضاع مختلفة على النت، يعني مثلا صورة بتضحك فيها وصورة تانية بتبص ناحية اليمين وصورة تالتة بتبص ناحية
الشمال، وصورة رابعة بتبوس طفل صغير، وصورة خامسة وهي بتاكل صباع موز، وصورة سادسة وهي بتلحس آيس كريم، وهكذا. فهو بياخد كل الصور دي ويجمع حركات ملامح وش البنت ويركبهم على جسم بنت عريانة في فيلم مش كويس. فهمت اللي بيحصل؟ وحضرتك فهمت اللي بيحصل؟ حذروا بناتكم وأولادكم بقى. طيب هنفترض إنه لا قدر الله شخص مختل فبرك صور لبنت واتصل بيها علشان يبتزها، المفروض حضرتك أو حضرتك تعملوا إيه؟ ترفعوا سماعة التليفون على مباحث الإنترنت، الأرقام اللي ظهر قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة. مساء الخير يا فندم، في حد بيبتزني بصور أو فيديوهات، وهم بإذن الله هيجيبوه من قفاه وهيتحاكم ويكون عبرة لغيره. اوعوا تضعفوا قدامه، لأن إذا كان الكلب مخلص لصاحبه، إلا إن الشبه الوحيد بين الشخص ده وبين الكلب هو إن الكلب لو شم ريحة الخوف قوته بتزيد، إنما لو اديتوله فوق دماغه من الأول هيطلع يجري. وللمرة المليون مفيش حاجة اسمها أصل خايفين من الفضيحة. فضيحة إيه؟ الفضيحة فضيحته هو لما الدنيا كلها تعرف إنه بيفبرك صور وبيبتز بنات الناس واتقبض عليه واترمى في السجن. وخلينا أحكيلك كام حكاية لكام واحدة اتعرضوا لفبركة صور وفيديوهات. من اوائل الناس اللي اتعرضوا لفبركة الفيديوهات هو الرئيس الامريكي باراك اوباما، زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي كده على الشمال الفيديو المتفبرك اللي اتنشر لباراك اوباما، وعلى اليمين الشخص اللي بيشرح الفيديو. وكانت قصة مشهورة جدا لان الفيديو اتفبرك اصلا علشان يستخدموه في الدعاية الانتخابية لصالح دونالد ترامب. وهنا بيتضح لنا ان فبركة الصور والفيديوهات مش بتكون بشكل جنسي بس، لكن كمان بيستخدموها في السياسة. طيب مين اللي حضراتكم شايفينه ده؟ حد بيقول ده الممثل توم كروز. اقول لحضرتك ده فيديو ليوتيوبر لكن غير ملامح وشه بملامح وش توم كروز علشان يلم متابعين ويحقق نسب مشاهدات عالية على السوشيال ميديا. ده مش توم كروز اصلا. لكن الملاحظ في فبركة الصور والفيديوهات من يوم ما تم تطوير تكنولوجيا الديب فيك هي ان التركيز بيكون على السيدات، لدرجة ان في احصائية صدرت سنة 2019 كشفت ان 96% من اللي تعرضوا لفبركة صور وفيديوهات كانوا من السيدات بس، و4% بس من الرجال. طيب ده ليه؟ لان حتى في المجتمعات الغربية النوع ده من الفبركة بيأذي السيدات وبيكون اداة قوية جدا في ابتزازهم. فمثلا سنة 2019 السلطات البريطانية لاحظت ان حالات الاكتئاب ونوبات الهلع والتفكير في الانتحار زادت بين السيدات ده هناك في بريطانيا. ولما بدأوا يدوروا على السبب اتضح ان اغلب الحالات المرضية دي اتعرضت لابتزاز جنسي بصور وفيديوهات مفبركة، وبريطانيا مجتمع غربي بعيد عننا خالص. الا ان برضو السيدات هناك بيعانوا نفس المعاناة اللي بتعاني منها اي سيدة في اي مكان في العالم، المعاناة واحدة، لانه بيأثر على شكلها قدام ولادها وعلاقتها بجوزها وصورتها في نظر جيرانها وزمايلها حتى في الشغل. الموضوع خطير مش هزار، وبيأذي اي حد في اي مكان. وموقفش موضوع الفبركة عند تركيب الوشوش على اجسام عريانة، الموضوع وصل لتطبيقات ومواقع تانية بتعمل حاجة اخطر، وانها بتعري جسم البنت. يعني تدخل صورة البنت بهدومها تطلع لك صورة البنت من غير هدوم. طيب ده بيحصل ازاي؟ اللي بيحصل ان اغلب لبس البنات دلوقتي للأسف مجسم ضيق يعني، وبالتالي موضح تفاصيل جسمها. وهنا البرنامج بيعمل ايه؟ بياخد مقاسات الجسم زي ما هي واضحة في الصورة، مقاس المنطقة العلوية ومقاس المنطقة الخلفية، لان زي ما قلنا لبس البنات اصلا مجسم وموضح التفاصيل دي. وبعدين ياخد لون بشرة البنت من وشها ويجيب جسم عريان بنفس لون البشرة ويركبه على مقاسات جسمها، فتطلع الصورة كما لو كانت البنت عريانة بالظبط. مفيش اسهل من كده. حضرتك تبص على الصورة مستحيل تشك فيها، نفس تفاصيل جسم البنت وهي لابسه هدومها، كان كل اللي حصل انك قلعتها هدومها. اهي دي برضو من ضمن سلبيات اللبس الضيق زياده عن اللازم. طيب هل في حد اتعرض للنوع ده من فبركه الصور قبل كده؟ اكتر من 700 الف سيده خلال سنه 2020 بس. 700 الف سيده اتخذت صورهم من على صفحاتهم في السوشيال ميديا ودخلت البرنامج خرجت من غير هدوم. وهنا سؤال، الانتشار الرهيب للصور والفيديوهات ده معناه ان مواقع السوشيال ميديا بتسمح بنشرها صح؟ وإلا هتنتشر فين؟ أقولك إن أكتر المواقع اللي بتحارب الابتزاز الخاص بفبركة الصور والفيديوهات هي مواقع فيسبوك ويوتيوب وتويتر. لكن ولأن الفبركة أحيانا بتكون زي الحقيقة بالظبط، فالخوارزميات بتاعت المواقع دي ما بتقدرش تلقطها. وهنا بيكون دورك في الإبلاغ عن الصور والفيديوهات اللي بتشك فيها، يعني تاخد اللينك تبعته لفيسبوك وتويتر ويوتيوب وتقول لهم الفيديو أو الصورة دول مفبركين. وهنا هم بيبدأوا يفحصوا الصور والفيديوهات، وبمجرد ما بيتأكدوا إنهم فعلا مفبركين بيتم حذفهم ومعاقبة الأكاونت أو الصفحة اللي نشرته. ودي ميزة من مزايا فيسبوك وتويتر ويوتيوب. وعلشان تعرف قد إيه الموضوع خطير وشاغل بال الدنيا كلها مش إحنا بس، خلينا أقولك إن وزارة الدفاع الأمريكية بتمول أبحاث لمواجهة النوع ده من الفبركة، وده عن طريق وكالة الأبحاث الدفاعية المتقدمة داربا، ودي وكالة تابعة للبنتاغون. الموضوع كبير جدا يا جماعة وأخطر مما نتصور. لك أن تتخيل إن ممكن حد الصبح يفبرك فيديو لرئيس جمهورية أو وزير دفاع فيحصل انقلاب، أو يفبرك فيديو لوزير مالية أو وزير استثمار فالبورصة
تنهار، او يفبرك فيديو لمرشح رئاسي فيخسر الانتخابات لصالح مرشح رئاسي تاني، زي ما شرحنا من شويه فبركوا فيديو للرئيس باراك اوباما. وده معناه انك زي ما قلنا لازم تهدى وما تصدقش اي حاجه تشوفها بعد كده. زمان كنا بنقول الصور ممكن تتفبرك بالفوتوشوب، لكن الفيديوهات مستحيل تتفبرك. دلوقتي الفيديوهات هي كمان بقت بتتفبرك عادي زيها زي الصور ويمكن اكتر. وخليني احكي لك حكايه في ولايه بنسلفانيا الامريكيه. قبضوا على ربه منزل بتهمه الديب فيك. تقول لي وهي ربه المنزل محترفه في الديب فيك؟ اقول لك ان هناك الموضوع بقى اسهل شويه من عندنا، ومش هنشرح ليه علشان ما نكونش بنسهل الموضوع على اي حد عاوز يرتكب الجريمه دي. طيب هي عملت كده ليه وايه اللي حصل لها؟ بكل بساطه بنتها كانت داخله مسابقه رياضيه في الكليه، فما كان من السيده دي اللي هي ام البنت اللي داخله المسابقه الا انها دخلت على صفحات زمايلها في المسابقه على السوشيال ميديا، جمعت صورهم وبدات تفبرك لهم صور مش كويسه ونشرتها على السوشيال ميديا من حسابات وهميه. طيب هي ليه عملت كده؟ علشان زمايل بنتها ينشغلوا بالصور اللي اتنشرت لهم ويجي لهم اكتئاب وما يركزوش في المسابقه، فبنتها هي اللي تفوز في المسابقه. لكن اللي حصل بعد كده، وركز بقى هنا في رد فعل المواطن الامريكي لانه رد متحضر جدا، ان اولياء امور البنات اللي تفبرك لهم صور طلعوا على الشرطة وبلغوهم باللي حصل. فالشرطة بدأت تدور على الحسابات اللي نشرت الصور، ورغم انها حسابات وهمية الا ان في حاجة اسمها ايبيهات الجهاز اللي اتنشرت منه الصور. فالشرطة وصلت للايبيهات دي ومن خلالها وصلوا للسيدة اللي فبركت الصور، وطبعا اتقبض عليها واتحكمت، فتقوم بنتها هي اللي يجي لها اكتئاب وتخسر المسابقة. طيب احنا ليه وضحنا التفاصيل دي وحكينا الحكايات دي؟ علشان انت كأب وحضرتك كأم تبقوا فاهمين ان التليفون اللي في ايد ولادكم ما بقاش مجرد لعبة، ده سلاح بيهددهم هم. هل ده معناه انك تقوم دلوقتي تسحب التليفون من ايد بنتك او ابنك؟ بالعكس، ده هيبقى تصرف سلبي جدا. لكن الصح انك تقعد مع ابنك وحضرتك تقعدي مع بنتك وتشرحوا لهم اللي احنا بنقوله، فهموهم ان مش كل الناس كويسين، فهموهم ان في حاجة اسمها خصوصية، ما ينفعش تنشري صورك عمال على بطال، ما ينفعش تسمح لحد يصورك بدون اذنك ولا حتى من باب الهزار. وهنا الحقيقة دور مؤسسات الدولة، سواء المؤسسات الخاصة بتشريع القوانين او المؤسسات الخاصة بتطبيق القوانين زي الاجهزة الامنية، لازم القوانين الخاصة بالقضايا اللي من النوع ده يتم تغليظها، لازم الناس تخاف تغلط. البنت اللي هي فتاة الغربية الله يرحمها بمجرد ما اتنشر لها صور متفبركة وحست ان محدش مصدقها هربت من حياتها كلها، بدل ما ندور على اللي نشر لها الصور رحنا نحاكمها هي. الله يرحمها ويهدي العاصي، اللهم امين. وهنا خليني اختم بحكايه البنت الاستراليه نويل مارتن اللي كلمتكم عنها في بدايه الحلقه. بعد ما البنت اكتشفت ان ليها صور وفيديوهات جنسيه مفبركه على الانترنت، ما كانش قدامها حل غير انها تطلع بنفسها وتقول انها اكتشفت صور وفيديوهات مفبركه ليها، وان مش هي اللي في الصور والفيديوهات دي. البنت بتدافع عن نفسها، حقها. وفعلا جمعتها تتعاطف معاها وتدعمها، والاجهزه الامنيه تتعاطف معاها وتدعمها، والحكومه الاستراليه نفسها تتعاطف معاها وتدعمها، لدرجه انهم اطلقوا عليها اسم اقوى امراه في استراليا سنه 2018، وعملوا لها مؤتمر صحفي علشان يكرموها، ووسائل الاعلام حضرت المؤتمر وصورتها ولا ألف صوره، مؤتمر صحفي بقى وتكريم واقوى امراه في استراليا. لكن يحصل اللي محدش يتوقعه، المواقع الاباحيه تاخد صور المؤتمر الصحفي باعتبارها صور جودتها عاليه، كاميرات نظيفه اللي بتصور، وتعمل للبنت افلام وصور جديده مفبركه برضه، لدرجه انهم استغلوا انها كانت بتبوس شهاده التقدير واستبدلوا الشهاده باسطوانه دي في دي اباحيه عليها صورتها وهي عريانه، حاجه يعني قمه القذاره. لكن في النهايه السلطات الاستراليه قدرت انها توصل للي عملوا كده ويتحاكموا ويترموا في السجن. طيب نستفيد من القصه دي ايه؟ نفس اللي قلناه في اول الحلقه، بلاش صور كتير على السوشيال ميديا، ما تساعديش غيرك انه يضرك ويأذيكي، كل ما تنشري صور اكتر بجوده اعلى كل ما بتساعديه يستخدمها ضدك. اتفقنا؟ ربنا يحفظنا جميعا.